وافق مجلس النواب في جلسته اليوم بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون نظام السفر بالسكك الحديدية، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. وقد وافق المجلس على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووافق أيضا على 41 اقتراحا برغبة مقدمة من العديد من النواب، وقد أوصى بإحالتها للحكومة بشأن ما ورد بها لتنفيذها. هذا وأحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروعا بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة على الموازنة العامة للدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.